سلمي شو. اليوم وببيت القروي وبقن الدجاج مطرح مساكن الديك بدي استقبل ضيفتين بحياتكم ما شفتوا مثلهن. ضيفتين عزيزتين على قلبي وقلب الديك وعلي الديك وحسين الديك وكل بيت الديك. هدول شقفتين من قلبي، جوز كلاوية، حبيبات زلعوم ولعلوش، رحبوا معي بحبابات قلبي وعمري وروحي، ام خالد وام علي. وقلبي عم يغلي غالي وانا ليال اسمي علي، معنى الحزب وحريري ام خالد وام علي. قلبي وروحي لا اهدي، شو بحبك يا ابن الديك، واذا لونك مش اصفار لا خلي الحزب يفرجيك. شو رح احكي وشو رح قول، ام علي انت عيونه، من يوم ورايح علوش اخضر اصفر ليمونه. لون الازرق يا ابن الديك، لون السما اللي هونيك، واذا لونك مش ازرق ولا خلي سعدي ربيك. الهوى شرقي وغربي ولي حطوكي عدربي، لون الازرق والشيخ سعد لحطن ولا بقلبي. لك يقطع انت، يقطعك انت وهالصوت يا ام خالد، مثل صوت السيفون عندي، ضرب السيفون بالبيت. مثل صوت السيفون، دخل سيفونكم علي. ام علي انتو كيف تضربوا السيفون؟ هيك ولا هيك؟ انا بايار حقلك كيف نضرب السيفون، بسبعة ايار. انت لك يقطع نسلك على هالنسل العاطل. يا ام علي يا قلبي ويا روحي ويا عمري، انتو ليش بتضلكم مشاكل انتو ام خالد؟ ايه بدنا نقصتوا نسلحنا، لك بتقصتوا لنا شنتين يا وما بنعطيكم نسلحنا نحن. انتو ام خالد ليش ما بتفكوا عن السلاح؟ شو بدكم بالسلاح؟ شو بدنا بالسلاح؟ يا اخي كل ما صار عندهم شيء احتفال او ميسي خرق له شيء جول ببلشوا بوف 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 صوت طريق جديده، نسالهم شو هيدا؟ بقولوا لنا فرقع. يا حرق اخذ هالفرقع، نزل شوف كل خزق عنا بالسقف هالقد قضوا. سدي موزك ولا سدي ولي ولا بس 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 يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب عم يحكوني من الكنترول، عم بيقولوا ان الشيخ سعد الحريري والسيد حسن نصر الله قاعدين هلق مع بعضهم وعم يبوسوا بعضهم وقالوا اتفقوا. أنا بهالمناسبة السعيدة قررت أعمل ديو سنة شيعة أنا وأم خالد، شو رأيك يا أم خالد؟ إيه وأنا كمان موافقة، بس على شرط يا أم علي، نعمل برنامج اسمه عمر الديك على قناة المستقبل مشان التوازن الطائفي، ما هيك يا أم علي؟ لك هيك ونص يا أم خالد. يا حبيب قلبي يا عمر ويا حبيب قلبي يا علي، سمعونا هالديو يا أم خالد وأم علي. بس شوف سعد الحريري بدي ضمه عصديري، يعجل جاي ميشيل عون عب عبدا يا تعتيري. ليه ما بتطف قوب الله بيرجع هالبلد والله، يا حريري ونصر الله. بس شوف سعد الحريري بدي ضمه عصديري، يعجل جاي ميشيل عون عب عبدا يا تعتيري. ليه ما بتتفقوا بالله يرجع هالبلد والله، يا حريري ونصر الله. الشيخ سعد حب حياتي مش تمام ومئاتي، بدي صلي صلاتك وإذا
بنتي صلي صلاتك ليه ما بتطف قوب الله بيرجع هالبلد والله يا حريري ونصر الله حنين يا سعود بالأصفار ادهنوني يا أم علي بتموني حطي ساعد بعيونك حط نصر الله بعيوني ليه ما بتتفقوا بالله بيرجع هالبلد والله يا حريري ونصر الله وهاي حلقتنا خلصت وبنشوفكن جمعة الجاي بحلقة جديدة إذا رب العالمين كتب لنا عمر لجمعة الجاي لأنه بهالبلد ما حدا ضامن حاله يعيش لبكرة يلا شباب جاهزين لنختم؟ غني لي قلت لك يا عمي انت شو بدك تختم تختم شو قصتك يا عمي على اساس قلت لنا انه اتفقوا يا عمي شو هلا بتقلي نعيش لبكره لك لا ما اتفقوا بس انا قلت هيك بس كرمال يصير الجو حلو بيناتكم وما يكون في خناق شو اتفقوا يعني ما قعدوا مع بعض هون لا شباب جاهزين لنختم يعني اللي بدي اختم لا انا اللي بدي لا يا شباب حتى موسيقى لون الازرق داخلك بضربي والله بشيلك عالاصفر وعطلتي لون الاصفر صحيلك لون الاصفر داخلك انا ما بيعجبني ستيلك طول بالك يا عيوني اللون الازرق ناويلك يا حبيب قلبي ويا روحي ويا عمري انا بدك تعمل يعني اعترف يا علوها